اهلا ومرحبا بكم هنا في ملعب سيوداد فالنسيا، حيث حطت رحال برشلونة تشافي في جولة الليغا 31 في موسم 2021-2022. البارسا الفريق الذي يريد مواصلة انتفاضة القوية والاستمرار في رص لبنات المرحلة القادمة. هنا يحول ضيفا امام فريق ليفانت، الفريق الذي يكافح الغرق والهبوط الى دوري الدرجة الثانية. هنا برشلونة القادم من مباراة فرانكفورت بعد تعادل كان في ذهاب ربع نهائي الدوري الاوروبي امام فريق ليفانت، الفريق الذي اعطب غواصات في ريال في هذا الملعب في الجولة الماضية. البرازيل انطلاقة، هنا تمريرة رائعة الى اوباميونغ، لكن كان متسلل القبول. الجابوني كان متسللا في اللقطة الماضية. اوباميونغ البحث عن الهدف الاول، فرانكي والتسديد لكن الى خارج الملعب. الرد على كرة موراليس، كانت لابورتاتات في هذه المباراة، لكن هنا لدينا محاولة قائمة. انطلاقة، هنا تأتي محاولة قائمة لكنها في الاخير يمرر الكرة ممتازة. كابانيا والتسديد لكن حارس المرمى يتصدى. خوسيه كابانيا التسديد، فران درس كرة مقطوعة، عادت لمصلحة نص الميدان. البايرن يتقدم يحاول يمرر تيمين كابانيا، هذا كرة يحاول فيها عرضية لكن تغطيه مثالية هذا اللاعب الذي تسلل غير موجود. انطلاقة، هنا تأتي من امام إيريك غارسيا لكن هي بطولة الدوري. كرة منقولة باتجاه فران، محاولة المرور، هنا تقدم في اليسار، عرضية تأتي، ليفانتي يضغط، ليفانتي يحاول، ليفانتي أخطر، ليفانتي كان أقرب في أكثر من كرة. فرصة عالية فران والراسية، الكرة بتعود مرة أخرى. الوصول للفريق الأول، المدرب اللي ينتهي عقده تشافي، ولدينا هنا محاولة لفريق ليفانتي خطيرة تأتي، خطأ كان من داني ألفيش، وبالتالي فرصة تأتي عن أخطر ومن جانب أخطر لاعبي فريق. منقولة في وسط الميدان، فيران توريس نقلة حاضرة، تقطوي إلى عالية من الطرف الأيمن، محاولة لمصلحة البارسا، تمريرة نقلة باتجاه بوسكيس، وصلت إلى جوردي فيليس، ممتاز الكرة خطيرة تأتي، هذا جول، هذا جول. فيران يا فيران، هذه تمريرة لاعب خط وسط عن طريق موراليس من أمام راوخو. موراليس لكن في هذه المباراة كرة منقولة عرضية ترسل عالية، راوخو غدان يرسل الكرة عالية طويلة باتجاه جوردي، الضغط تبلي يهرب في الطرف الأيسر، عرضية تأتي ولكن في الأخير عن طريق موراليس طالت الكرة الماضية وتحولت إلى خارج الملعب إلى رمية جارية. تتفاعل جماهير فريق ليفانت. إلى جوردي في اليسار، ألفا والعرضية الراسية كادت، موراليس، الله الله الله، أوه يا موراليس، كاد أن يسجل هدف بارع بطريقة بارعة بطريقة مميزة. نقول عن طريق الخطير، عن طريق اللاعب اللي سجل 9 أهداف في هذا الموسم في المباراة الماضية لفريق برشلونة. هنا فرصة واعدة باتجاه أوباميونغ، لكن تمريرة رائعة في اليمين لكن تغطية كانت موجودة. وصلت هذه الكرة من فيران بالكعب من جانب فرانكي الأول، كرة منقولة في وسط الملعب، ترسل هذه الكرة لمصلحة فريق ليفانتي، تقدم من الطرف الأيمن، جوردي ألبا من أمام ميرامون يقطع الكرة، جوردي عنده كرة عرضية ترسل عالية، التغطية كانت كرة منقولة داخل منطقة الجزاء، الراسية حاضرة، الكرة عنده كرة في وسط الملعب، داني ألفيش وتمريرة لكن مقطوعة أكثر من 10 سنوات، كرة منقولة باتجاه أوباميونغ، نقلة حاضرة، يحاول فيران عنده كرة تقدم وتصويبة تأتي ولكن سهلة عند حارس المرمى. ديا بوسكيتس عودة للخلف من جديد، نقلة في وسط الميدان لكن هناك خطأ، صفرة كانت موجودة، خطأ يصفر حكم اللقاء في هذه الأثناء، كلاهما كانت من جانب فيران لكن هنا محاولة خطيرة تأتي لفريق ليفانتي، خطيرة كانت الكرة الماضية في هذا الأمر بعدما فعلها أمام فريق في طورة واردة، وصلت إلى فرانكي، فرانكي والتسديد لكن الكرة الهولندي كانت بعيدة. فرانكي ديون الهولندي نقلة إلى أقصى الطرف ليس لك البعيد، بيدري هو الذي قد يكون الحل في قادم الدقائق بالنسبة لتشافي. تصير إلى ديمبلي، عرضية عالية، راسية، الله، أوه يا فران الثالثة، استقدم من جانب سون، تمريرة كرة الرد خطيرة، هنا تأتي ما القرار، ركلة جزاء، نعم القرار هنا إلى ركلة جزاء لفريق الأول. هنا موراليس، 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 جول، طريقي موراليس، من أضاع هدف وتمنى عاتش منطقة الجزاء، راسية هنا حاضرة وركلة جزاء، مارتي، مارتي والثاني جول، شتيغن، شتيغن يتصدى، شتيغن يمنع الكرة الماضية، شتيغن يرفيها، ديمبلي والعرضية باتجاه فيران لكن الواحدة بينما هنا كرة منقولة طولية عالية لمصلحة إلى عثمان، ديمبلي يتقدم، عرضية عالية، جول، الله، أوباميونغ يعيد البارسا إلى في الطرف الأيسر، جوردي، جوردي عرضية راسية، الله، يا أوباميونغ لم يظهر كثيرا ولكن حينما وصلت وسط الملعب جوردي ألبا يحاول فيها تمريرة في اليمين، مر غافي تقدم تمريرة، جول، الله الله الله، أخرى بعد ذلك تقدمت ونفذ فيران والتسديدة تأتي لكن بعيدة، الكرة عكس اتجاه اللاعب إلى أقصى اليسار لكن هنا دانيال، الله على غافي وما يفعل غافي، هنا ليفانتي، سون يتقدم، سون والتصويب.
برشلونة. ديمبلي عند كرة يحاول عرضية، تأتي فرصة من شغلة أخرى، محاولة أخرى، تمريرة، الله، أوه يا سون، كاد أن يسجل هدف التعادل. حاولت المرور التقدم بعد ذلك الفرصة لتزيد. ميليرو جول 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 جول. كرة عن طريق جورج ألبا، عرضية عالية، ديونغ، الله 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 الله.